شقة دوبلكس 3 غرف وصالتين بمساحة 138 متر مربع عم تكون موجودة بالطابق الثالث وبالطابق الرابع، وكل طابق في مدخل خاص بالشقة، وأكيد كمان بكل طابق عم يكون في عنا بلكون واسع إلى حد ما. إطلالته عم تكون على وادي الحياة، نحن قريبين جدا من البحر وقريبين أيضا من خط المتروبوس اللي ممكن ياخذنا للمناطق المختلفة من اسطنبول. مساحة هي الشقة 138 متر مربع، وتفضلوا نشوف التفاصيل. هذا الطابق الرابع وهذا المدخل الخاص بالشقة، في درج أكيد بياخذنا للطابق السفلي اللي هو الطابق الثالث من هذا البناء. وعلى سيرة البناء، الخدمات الاجتماعية المتوفرة فيه متكاملة، حمام تركي، ساونا، نادي رياضي مع مسبح مغلق. الخشب اللي شايفينه سواء بالصالون أو حتى بغرفة النوم والديكور بيتسلم مع الشقة، شوفوها بالكامل. إذن الشقة 3 غرف وصالتين، فيها حمامين، فيها بلكونين، والمطبخ عم يكون مغلق، وفي كافة التجهيزات الكهربائية اللي بتحتاجها ست البيت. إذا حابب تتملك شقة في منطقة بيليك دوزو بالقرب من المولات، من المدارس، من الجامعات، لأنه نحن عم نتكلم عن الطريق السريع الذاخر جدا بكل ما تحتاجه بتلبي احتياجاتك من خلال هاي المنطقة، تواصل معنا في امتلاك العقارية لحتى تتملك هاي الشقة. إلى اللقاء.